والله الصراحة أنا تعبانة كتير، عم حس إنه يوم بعد يوم وضعي عم بصير أسوأ. في شي مهم لازم قلك عليه هلأ فورا. شوف لا تكون مفكر ماني منتبه إنه عاجبتك. صراحة في بالي موضوع مضايقني. أنا بحبها لهي البنت، بدي اتزوجها. أنت لازم تشيل هالموضوع من راسك. إيه الحق معك طبعا. معقول يكون عارف شايفه لسامه عم يهرب من الموضوع؟ نزير بيك امرأة يومياً 7:15 المساء على الـ MTV.